نعم، بينما يهدد كل يوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باجتياح رفح، بدأ الجيش بحملة مباغتة على مخيم انصراط وسط قطاع غزة. قبل قليل فقط سمح بالنشر مع نشر بيان لجيش الاحتلال بعد أن قالت إذاعة الجيش أو كشفت عن هذا الأمر. بالضبط بعد ذلك سمح بالنشر من قبل الناطق العسكري الإسرائيلي عن هذا، عن هذه الحملة العسكرية. يجب أن نذكر أنها يعني أولا غير مستغربة، بمعنى أن طوال الوقت كانت تقول إسرائيل بأن هنالك ما زال 6 كتائب لحماس يجب القضاء عليها، 4 في رفح و4 في المحافظات الوسطى، خاصة في مخيمات، في مخيم أنصراط وأيضا في مدينة دير البلح. وبالتالي ما هو مفاجئ ربما في هذه الحملة هو توقيتها. ولكن دعني في البداية أذكر ما قاله الناطق العسكري الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال، يتحدث عن دخول فرقة 162 من جيش الاحتلال، بأنها بدأت خلال الليلة الماضية بعملية عسكرية مباغتة في المحافظة الوسطى في قطاع غزة مع غارات نفذتها الطائرات الحربية، ويزعم بأنها هاجمت بنى تحتية إرهابية. على أي حال، ما حين نرى أحزمة نارية تنفذ حول مكان ما، بلدة معينة أو مدينة داخل مدينة غزة، نفهم بأن هذه الأحزمة النارية تهدف إلى تجريف مناطق أو هدم مناطق بكاملها من أجل إتاحة الاجتياح لقوات المشاة والقوات البرية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال من أجل دخول منطقة معينة. السؤال غير الواضح أو المعلومة غير الواضحة، بالطبع هنالك ما زالت ضبابية على بعض التفاصيل، أهمها هل هذه عملية اجتياح كبيرة أم أنها عملية مركزة. ما نفهمه من بيان جيش الاحتلال يقول بأنها حملة مركزة، هل المقصود فيها بأنها دخول وخروج أم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستجتاح مخيم أنصراط وستتموضع فيه وتبدأ بتفكيك البنى التحتية، هناك بما في ذلك أنفاق والبحث عن ناشطين من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وما إلى ذلك، كما فعلت في كل شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظة. على أي حال، أيضا البيان يذكر بأن يشارك في هذا، في هذه العملية أيضا لواء الناحل. نذكر بأن لواء الناحل متواجد داخل قطاع غزة وهو يؤمن ما يسمى محور نتسريم، طريق صلاح الدين والرشيد، من أجل عدم إتاحة عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. إذا إضافة إلى لواء الناحل، أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قوات مقاتلة من الفرقة 162، وأيضا يقول جيش الاحتلال بأنه أغار على منصات لإطلاق القذائف الصاروخية كما يزعم في منطقة أنصراط، ونفذ هجمات على المنطقة الساحلية عبر سلاح البحرية. إذن نتحدث يعني عن عملية تشمل القوات الجوية، القوات البحرية وأيضا القوات البرية، نعم، التي دخلت بعد غارات مكثفة وتشكيل حزام ناري على مخيم أنصراط. لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ هل هذا مرتبط بجلسة الكابينيت التي كانت مؤخرا وتم قبل يومين تحديدا، وكان هنالك انتقادات خاصة من اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير على الجيش الإسرائيلي، قالوا بأنه خرج من خان يونس وأن عمليا لا توجد حرب الآن في قطاع غزة. من جهته رئيس هيئة الأركان الذي هوجم بشدة من قبل اليمين المتطرف قال بأن كل ما يفعله الجيش هي أمور مصادق عليها من المستوى السياسي وهي خطة معلومة مسبقا. بالطبع خطة دخول أنصراط هي مصادق عليها أيضا مسبقا. السؤال إذا كان التوقيت جاء بسبب هذه الانتقادات أم أن إسرائيل تحاول ممارسة الضغوطات على حركة حماس من أجل القبول بصفقة، بمعنى أن تقول لها إذا لم تكن الآن صفقة وهدنة لوقف إطلاق نار سننفذ عملية برية في مخيم انصراط. إيمان، بالتوازي مع كل هذه التطورات، هناك اجتماع لمجلس الحرب المصغر مساء اليوم، ما الذي سيبحثه هذا الاجتماع وما المنتظر منه؟ حتى الآن لا يوجد بيان رسمي حول جدول أعمال الكابينت أو الاجتماع المجلس الحربي الذي سيجتمع الليلة، ولكن بالتأكيد على جدول الأعمال سيكون قضية الصفقة وأي تطورات متوقعة أو إذا كانت هنالك تحديثات من رئيسي الموساد والشباك بشأن تطورات الصفقة، ما هو متوقع من حركة حماس. حتى الآن تقول المصادر الإسرائيلية بأن حماس لم تعطي إجابة
جافية على المقترح الأمريكي. بالمناسبة يجب أن نذكر أيضا في هذا السياق بأن إسرائيل لم تعطي موافقتها أو مصادقتها على المقترح الأمريكي، هي تنتظر إجابة حماس، وبناء على إجابة حماس هي ستقدم أيضا إجابتها وربما تحفظات أيضا على المقترح الأمريكي. ولكن حتى الآن لا جديد في الصفقة. حماس لم ترفضها بالكامل ولم تقل بأنها تقبلها، بل قالت بأن هنالك تحفظات. كذلك إسرائيل لم تقبلها وهي تنتظر إجابة حماس. على الأرجح أن اجتماع مجلس الحرب سيناقش قضية الصفقة وأي تطورات متعلقة فيها. شكرا لك على كل هذه المعلومات. إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس.